هذه القصيدة أهدى إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشرق حفظه الله. أسعد مساك وطيب الله صباحك يا الشيخ لي بالخير الله يحييك، يعلكم ريح ودايماتنا فراحك، ويات ربك في مشيتك تباريك. يا شيخنا رجحتنا بين شراحك شرحا خلوقا طيبات مباديك، أكرمتنا وبالكرم ما أخذ مباحك، ضيعت حاتم بالكرم من معاطيك. لوحي من دار لفاك وعنالك سلم عليك وصافحك واعتذر ليك، لو بوصف وبقترح غير اقتراحك الوصف يقصر عن كرمك ومعانيك. سلطان دعوت كل عاجز أرباحك يطلب من الله أبو محمد يخليك. الإمارات دار زايد الخير تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة